أنا شفت الشريط ديال اليتيمة عكس إلى حد ما طفولتك القاسية اللي عشتيها، ولكن بالنسبة على مستوى الغناء واش كاين فعلا بصمة من هاد البصمات أو هاد الإنعكاس معين على مستوى الأغاني ديالك؟ يعني ما ننساوش بأن دائما الفنان يكون متأثر يعني بالمحيط ديالو بكذا. إيتو لعمرك شكرا لك. يعني هنا نسيت واحد النقطة، يعني ديك الطفلة المحرومة الطفلة اللي عانات بزاف في الطفولة ديالها، يعني تحرمت من اللعب، تحرمت من حاجة، يعني تما يعني تما خرجت تشينيت، خرجت تشينيت ديك الفنانة اللي تتشطح وتلعب، وهذا يعني خرجت من واحد الطاقة ديال ديك البنت المحرومة في صغرها وما تغمقش في هذا باش ما نبكيش الله يرضي عليك. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه، نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. Thank you.